يقول هذا السائل أبو بكر: هل النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة يشمل الدروس والمقاري بعد فجر الجمعة؟ نعم، كل ما يشغل عن الحضور لصلاة الجمعة منهي عنه، والنهي عن التحلق يعني التحلق لطلب العلم كسائر أيام الأسبوع إذا كان هذا يشغل عن الحضور لصلاة الجمعة. أما إذا كان لا يشغل في المسجد الجامع فلا مانع منه، لأنه لا محذور فيه. نعم.